بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشباب، أيها الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. قلوا آمين. إخواناً على سرر متقابلين، قلوا آمين. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا أعلم علم اليقين، بل وأجزم أن هناك من جلس في مجلسي هذا وتكلم بكلام هذا أو بأعظم منه، وهذا ما أعرفه من الإخوان وطلبة العلم والمشايخ الذين حضروا إلى هذا المكان، نسأل الله ينفع بما قالوا جميعا. وأنا أخبركم وأقول لكم وأبشركم في هذه الساعة أن قلوبكم محل نظر الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا للقلوب، فأصلح قلبك لأنه محط نظر الله جل وعلا. وأنتم تعلمون علم اليقين أن الملائكة إن شاء الله تحفكم ويذكركم الله جل وعلا في من عنده، ويقال لكم بشارة من الله: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. حتى الذي جاي وحاضر ما عنده نية يجي أصلا للمكان هذا، بس بيشوف بيتفرج، جاي زميل وصديقه هنا، قال أحد الملائكة: يا رب أن فيهم عبدك فلان، إنما أتى لحاجة. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم. حتى هذا عمه الله بالمغفرة والرحمة. فالجوائز عظيمة عند الله جل وعلا، ليست جوائز دنيوية بل هي جوائز أخروية. وأنتم تعلمون أن جوائز الله وعطاء الله عظيم، وعطاء الله ليس بالشيء الهين واليسير، عطاء الله سبحانه وتعالى لا حدود له. وهذا المجلس أيها الإخوان مجلس حياة القلوب، ومجلس طهارة القلوب، ومجلس صفاء القلوب. وهذا المجلس هو مجلس انطلاق التوبات والإنابة والرجوع والترك لله سبحانه وتعالى. فكم من مجلس، كما قال الإخوان في هذا المكان، كم من مجلس اهتدى فيه كثير، مجالس كثيرة. وأريد أن أقول لكم أنكم في هذا اليوم لستم ضيوف على مركز حي الفايزية، بل أنتم ضيوف عند الله جل وعلا. فإذا كنتم ضيوف على الله فكيف يضيفكم الله؟ إذا حضر لك ضيف عزيز عليك كيف تضيفه؟ أكيد أنت بتضيفه غاية الضيافة أو لا، وتكرمه غاية الكرم. فكيف إذا كنت ضيف على رب العالمين كيف يضيفك الله؟ فسوف يضيفك الله غاية الضيافة ويكرمك غاية الكرم. وكرم الله وأعظم جائزة يعطيك الله ويضيفك الله إياها، أسأل الله يمنحني وإياكم إياها في هذه الساعة، قولوا أمين، أن الله يقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أعظم كرامة ومنة من الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة. وأقول لكم إخواني، ترى الكلام مو جديد عليكم، كلامي هذا ربما سمعتموه بشكل ثاني ونمط ثاني من المشايخ والدعاة الذين حضروا وجلسوا على هذا المنبر، لكن كل يتكلم بما يهبه الله جل وعلا. الكلام ليس بغريب ولا عجيب، كلام الله وكلام محمد صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وشيء من الواقع الذي نلمسه. إخواني أحبابي، الحياة والسعادة والراحة والطمأنينة والأنس في هذه الحياة تراها أن تعلق قلبك بالحي الذي لا يموت. قبل أحضر لكم، يعني جلست مع أولادي جلسة بسيطة يسيرة، تناولت بس فنجان قهوة وبيالة شاي يسيرة
حتى يعني ينتظم الوقت عندكم. فسبحان الله العظيم خرج نبيل العوضي عبر الشاشة فقلت له أرفعوا لعلي أستفيد منه قبل أجل الجلسة لي. فاستفدت منه يعني كلامه كثير، والكلام سبحان الله يتكلم بكلام لا أقول لكم أنا كنت أتكلم فيه للشباب والله العظيم. فيقول إن الحياة الطيبة والسعادة والراحة والطمأنينة بهذا الكلام، السعادة والراحة والطمأنينة والأنس هي بالتعلق بالحي الذي لا يموت. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله لما سجن آخر سجن له يقول ختم القرآن 80 ختمة في السجن، والختمة التي مات فيها رضي الله عنه ورحمه الله يقول مات على قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول لما قرأ الآية هذه قبض الله روحه. شوف النعمة والفضل والكرامة من الله سبحانه وتعالى. يقول لما سجن ورآه السجان قفل الباب يقول أمر يقرأ قول الله جل وعلا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فأعظم راحة في هذه الدنيا مثل ما قال لكم الأخوان، أعظم راحة وأعظم سعادة وأعظم منة يمن الله جل وعليك فيها أنك تحسن علاقة بينك وبين الله، مهم بينك وبين أبو حنان ولا بينك وبين أبو جهاد ولا بينك وبين الشيخ مساعد ولا بينك وبين أبو فيصل. أعظم سعادة وأعظم راحة وأعظم علاقة أنك تحسن العلاقة بينك وبين الله، هذه هي السعادة. ما عندي لكم لها كلام، هذا قلبك نظر إلا فأصلح ما بينك وبين الله. والسؤال الذي أريد أن أنطلق فيه من هذه الليلة إيش علاقة قلوبنا مع الله يا شباب؟ بس إيش علاقة قلبك مع الله سبحانه وتعالى؟ علاقة قلوبنا ما تصلح أحوالنا ولا قلوبنا يا شباب إلا إذا عرفنا من هو الله. إذا عرفت من هو الله تعدلت أمورنا مع الله، تحسنت أحوالنا. لابد نعرف من هو الله، من هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي عنده علم الغيب، الذي يعلم ما في الأرحام، الذي يعلم ما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يعلمها إلا الله. شعلاقك مع الملك الذي خضعت لعظمة الرقاب، ذلت لجبروت الصعاب. إيش علاقك مع الخالق الذي الملائكة عند الله ركع سجد لله رب العالمين؟ إيش علاقك مع الله؟ هل فعلا قلوبنا امتلأت خوف وجل ومراقبة لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ لابد يا أخوان نصلح ما بيننا وبين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. السعادة والراحة والطمأنينة بالقلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، أي قلب الله يجعله وإياكم منه، صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما معنى قول الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقذف فيها النور. شفت النور هذا حين اللي فاقدينه أنا وياك، النور هذا اللي يدورونه العالم المتخبطة الآن، يدورونها الشباب التائه، يدورونها العالم الذي وقع بالذنوب والمعاصي وتراكمت عليهم حتى اسودت قلوبهم، يدورون هذا النور. النور مو مأكل، مو هم مشرب، مهم كشته، مهم بالتنهات، مهم بثمامة، مهم بنفذ أدهنة، مو بالربع، مو بعدهم، مو بخرفهم، مو بمكحل، مو بالمزيون، الله العظيم، مهم الشمخ، مهم الطواقي،
مو بالثياب، مو بالأناسة، مو بالشمشامك، شورمات، عصيرات، مآكل، مشارب، مفطح، مين بهذه؟ هذه سعادة وهمية، سعادة وهمية تنتهي، تضمحل. البقاء للنور، للحياة اللي في قلبك وعلاقتك مع الله، هذه هي الحياة. النور الذي يقذف الله في قلبك، صلاتك نور، قرآنك نور، ذكرك نور، برك بوالديك نور، تركك المعصية رب العالمين نور، مجاهدك لنفسك نور، صبرك، مصابرك، ترك سماع الحرام، رؤية الحرام، أخذ الحرام، سماع الحرام نور، والله العظيم نور. تقدمك لله في صلاة الفجر في الظلام، خطوات تخطوها لله صلاة الفجر نور، جلوسك بالمسجد بين الأذان والإقامة نور، إدراكك لتكبيرة الإحرام نور، رفع يديك تضرعك مع الله، يا رب يا رب أنا العبد، أنا الفقير، أنا المسكين، أنا المذنب، أنا المقصر، أنا اللي نظرت وسمعت، يا رب أنا جاهرت، يا رب أنا عصيتك، يا رب أنا نظرت، يا رب أنا تهاونت فيك، يا رب ذنوبي بلغت عنان السماء، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. هذا نور، نور يا بعدهم أنت، نور يا أحبابي يقذف الله في قلبك. ولا تحسب دول الخيرين الجسير عندك ويترجمون يتكلمون جايين من الهواء، تراهم مثلك قسما بالله، لكن الله تداركهم بواسع رحمته فقذف الله في قلوبهم النور فأصبحوا أمامك نور. أنت كذا نور، أبيك نور، أبيك في نظر الله نور، كل شيء تفعله طاعة لله نور، جلوسك عندي بالليلة هذه نور، والله نور يقذف الله في قلبك سوف ترى إذا خرجت مع الباب هذا نور، تتغير أحوالك نور. هذا النور الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم نور. مش تبي أنت علما كلامنا يا أخوان، لابد يكون علاقة مع الله. الدنيا ذي والله العظيم ركضنا خلف كثير وسرنا خلف كثير ولهينا كثير، شربنا كثير، لعبنا كثير، تهاوننا كثير، تركنا لله كثير، ما تركنا لله شيء. الدنيا ذي فانية زائلة ممحلة. يا قوم إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. فيا شباب نورك، حياتك، سعادك، راحك، لا تعض أصابع الندم، باتت تندم على حياتك وشبابك، ذهب سبهلا، تكسرت سنونك من الدخان وصار فرط مكسود من المخدرات. اي والله، وتناظر وجهك عمرك 30 وتناظر وجهك بمراية ابو 90 سنة، انت اللي دمرت حياتك، انت اللي فرطت في عمرك وشبابك. يا حبيبك لا تجعل عيونك باتر تندم، لا تجعل عيونك باتر تبكي والله دم أمام رب العالمين، تقول يا خيبتاه منك أنت جعلت ينظر للحرام واسمع الحرام واخذ الحرام واجلس من أجل الحرام، وش فت؟ وش استفدت؟ ثم ماذا؟ سعادة وهمية وقتية تنتهي بانتهاء المعصية وخلاص، تبقى حرقة بقلبك ليوم القيامة. هذا هو النور،
نور يقذفه الله في قلبك. هذا النور نبحث عنه يا اخواني، هذا النور اللي تقطعت حلوك الشباب هنا، يبي يوصلونك للنور، يبون لك الحلاوه، يبون لك السعاده، يبون لك الراحه، يبون لك الطمانينه. والله العظيم، ولا النار تسع كل البشر والجنه تسع كل البشر، لكن انت تريد ان تكون تحت مظله رحمه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين واجود الاجودين. ما تبي باسر تاخذ بيدين اخوانك للجنه؟ ما تبي باسر تاخذ بيدين امك وابوك للجنه؟ لا، ما تبي باسر تجلس مع اخوانك واحبابك بالجنه وتمتع برؤيه الجنه وما فيها؟ تعمل الان. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ساعات ثواني ولحظات، وسوف ياتيك عبر الكلام من والله ودعناهم قبل اشهر. كنا نتوقع اننا نبي نشوفهم سنوات، ونبي نجلس حنا وياهم ليالي وايام، ونبي نسافر حنا وياهم، ونبي نطلع حنا وياهم، وهم عندهم نيات واماني وعنده امور، وما علم المسكين انه ما بقي من اجله الا القلب. اي والله، قسما بالله، ما بين عشيه وضحاها يبدل الله من حال الى حال. وما تعلم، وقلت لاهل الشباب، والله ثم الله يا شباب، اني في الاجازه اللي بعد رمضان في السنه هذه، والله العظيم مع شباب، قسما بالله قلت لهم في الطائف، والله يا شباب ربما يكون واحد منا هذه آخر رحلة له بالحياة، قسما بالله آخر رحلة له بالحياة، وآخر نظرة له مع زملائه، وآخر رحلة له بالطائف. وقسما بالله العظيم واحد من هؤلاء، قسم بالله العظيم إننا صلينا عليه وأنا وابو فيصل مصلينه قبل أسبوعين أو ثلاثة وراح، ومن ضمن اللي سمعوا الكلام هذا. وأنت بيكون حالك مثل حاله، تبي تنتقل لكن على أي حال، على أي حال، على أي حال. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله إيش؟ فلنحيينه الحياة الطيبة. أن تتعلق قلبك مع الله، تعلق قلبك مع الله. إبراهيم بن أدهم مع الخمسة يابسة يغطها بماء البحر المالح، يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجلدون على الوسوم. أي سعادة هذه؟ السعادة مين بالمآكل والمشارب، السعادة بالقلوب إذا تعلقت بعلام الغيوب. تعلق بالله، اعرف من هو الله. الله عظيم يا شباب، الله عظيم، لا تجعل الله من الناظرين لك. يقول لي أحد الشباب في الرياض، يقول شوف أبو خالد، والله العظيم ما نفع فيه لا نصح ولا إرشاد، ولا نفع فيه لا وعظ الواعظين ولا تخويف المخوفين ولا شريط ولا خطب ولا والله أشرطة ولا غيره. يقول هداني الله يوم من الأيام وأنا واقف عند إحدى الإشارات المرورية بحي النسيم، يقول وانظر لوحة مكتوب عليها، يقول إحدى الجاليات، يقول مكتوب عليها أخي المسلم لا تجعل الله ولا الناظرين إليك. يقول والله العظيم شيء هز وجداني وكياني، لا تجعل الله ولا الناظرين إليك. يقول يوم ولعت الإشارة، يقول وروح واقف عند اللوحة ذي أول مرة أشوفه بحياتي، وابدأ كرر الكلام هذا، لا تجعل الله ولا الناظرين إليك. يقول هو اسمه علي، قلت يا علي لا تجعل الله من الناظرين إليك. يقول والله رجعت وأصبحت اللوحة هذه سبب لهدايتي واستقامتي، وإلى الآن أبشرك وأنا على الهداية والاستقامة. فعلا لا تجعل الله من الناظرين إليك، لا تجعل رب العالمين بآخر الليل أهون الناظرين لك، لا تجعل الله من الناظرين لك. الناس لا يرونك، البشر لا يرونك، أمك ما تشوفك، أبوك ما يشوفك، أخوك، إخوانك، أحبابك، مركز الفايزية كلهم ما يشوفونك، جالس لحالك بغرفك حاطط بالبيجور النور الهادي، غرفة رومانسية صح، ما حد يشوفك، بديرك المحمول أو الجوال أو أي شكل من أشكال التكنولوجيا، تفرق، تراسل، تكتب، ترسل. اعلم
أن والله العظيم والله العظيم إن هذا قسم بالله بينطق عليك أمام الله، قسم بالله. تصور اسمعك ذا يقول يا رب أنا الذي كتبت، أنا الذي ضغطت، أنا اللي رسلت، ما حد يشوفك، لكن اعلم أن هناك ملك اسمه الله يراك من فوق سبع سماوات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، فكيف ما يراك؟ كيف ما يراك؟ كيف ما يراك؟ يقولنا أحد الأخوان، أحد الشباب في الحج السنة هذه، معنا كان نائب رئيس النظام، يخرج ويتكلم كلمة، يقول والله دقوا علي المستشفى المركزي وقالوا لي أن تعرف فلان من فلان، كيف فيه إيش فيه؟ قالوا هذا الآن عندنا بالإسعاف بحالة خطيرة، مصاب بحالة تجي الآن. يقول أنا سكرت جوالي دقيت على زميل له، قلت له فلان الآن بالمركزي بالإسعاف إيش فيه؟ قال صابوا حادث بس أنا ما براي، أنا ما أستطيع أشوفه، رحلت. يقول والله الساعة 2:00، يقول والله شغلت السيارة وانطلقت وذهبت. لما دخلت المستشفى كان بحالة إغماء. تدري شو يقول؟ تدري شو تقول يا حبايبي؟ تدري شو يقول يا حبايبي؟ يقول سكر الموقع، افتح الموقع، سكر افتح، ارسل، سكر افتح الموقع، ارسل. يقول والله العظيم نصف ساعة على الكلام هذا، قسما بالله هذا اللي عايشين عليه، هذا القلب، هذا هو. تصور انك تموت على هالكلام هذا، انت تصور انك تقول الكلام ذا، تصور هذا ايش تكون حالك، ايش تكون مصيرك؟ والله العظيم اخواني يا احبابي، يا بعدهم انت، يا خلفهم انت، من الليله ذي شوف علاقتك مع رب العالمين، كم بقي من عمرك؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، تزود من الدنيا فانك لا تدري، اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر، فكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت اكفانها وهي لا تدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمه القدر، وانت والله يوم من الايام تكون بحفره لوحدك مظلمه لا انيس فيها ولا جليس ولا صاحب ولا خليل. حارث رضي الله عنه وارضاه، حارث رضي الله عنه شاب من الشباب عمره ما تجاوز 20 سنه، يراه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الفجر ثم يقول له كيف اصبحت يا حارثه؟ قال يا رسول الله اصبحت مؤمن. حارثه يقول اصبحت مؤمن، انت كم عمرك الان؟ كم فاتتك صلاه الفجر يا حبيبي؟ كم فاتك صلاه الفجر؟ اليوم الليله اللي ذهبت اليوم، من منا صلى الفجر مع جماعه المسلمين؟ كم؟ كلنا؟ تصور لو ان القبض روحك بفراشك وانت تارك الا الصلاه. تصور يا مسكين لو ان ملك الموت نزل بك وانت على فراشك ما صليت، ولا عندك نيه تصلي اصلا، ولا فكرت بالصلاه، واخر ما تتذكرها الصلاه، واخر ما تفكر فيها الصلاه، واخر ما تنظر له الصلاه. حارث رضي الله عنه همه رضا الله، همه ان الله يرضيه ويرضى عنه. كيف اصبحت يا حارث؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اصبحت مؤمن. قاله النبي صلى الله عليه وسلم، برهن هالكلام هذا، الايمان هذا يريد صدق. قال يا رسول الله شاب عزفت نفسي عن الدنيا، هالدنيا هذه ما بيها، أنا تارك لله. شاب عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري يا رسول الله، وكأني بعرش الله بارزا، وكأني بأهل الجنة وهم يتزاورون، وبأهل النار وهم يتعاون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاب نور الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاب نور الله بصرك فالزم. فقال له النبي، فقال يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من قتل في بدر خطأ حارث رضي الله عنه. انتهت المعركة وفاز النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع النبي إلى المدينة، وكان الناس ينتظرون أن يباركون له بسلامة الوصول والنصر، وكان من هؤلاء المنتظرين امرأة
كبيرة سن دودب ظهرها وبيض شعر رأسها تنتظر ابن لها حارثة رضي الله عنه. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أين ابني حارثة؟ إن كان في الجنة حمدت الله وإن لم يكن فيها فسوف ترى ما أصنع يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوهبيت يا أم حارثة؟ ليش قالت؟ قالت إن كان في الجنة، والجنة يا أحبابي درجات، والنار إيش؟ دركات. الجنة درجات، فأي درجة تريدها في الجنة؟ أي درجة تريدها في الجنة؟ أعلى الدرجات شمل، سارع، بادر، اترك، حطم، كسر لله، وسوف تسكن أعلى الدرجات، بل وأعظم، سوف تكون رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أنت والنبي على مكان واحد. قال وهبلت يا أم حارثة، بل هي جنان، جنان، وابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى من الجنة رضي الله عنه وأرضاه. خلاص حارثة مات، لكنه ذهب إلى جنة عرض السماوات والأرض، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالحياة الطيبة علاقتك مع الله، الحياة الطيبة بتحسين حياتك في هذه الدنيا قبل أن تموت مع الله جل وعلا. لابد يا أخواني نعرف من هو الله، لابد تعرف عظمة الله ومكانة الله قدرة الله. الله عظيم، عظيم، ما تتهاون بالله. الله خضعت له كل شيء، كل شيء في هذه الحياة تحت أمره وسلطانه، إذا أراد شيئا كن فيكون. الملائكة سجد ركع لله. شف تزين وجهك، تملحن خشمك، تملحن عيونك، صورونك الشباب تزينهم بك، تزين شعيرات حاطهن، فرحن بشكلك. وش أنت؟ مسكين ضعيف. الله العظيم اسمحوا لي بهالكلمة ذي، لو يطلع بك دمل بمقعدك ما استطعت تجلس، بس قالك سدن أو لا أو لا، اعرف قدر نعمة الله عليك، أنت بشيء، أنت دمل بسيط حبة أطلقت حياتك وأيقظت مضاجعك، ما تأكل ما تشرب، نفسيك تعبانة لأنك بيك حبة مقعدك. قسما بالله الله العظيم نعمة الله علينا ما تعد ولا تحصى. فكيف تعصي الله؟ كيف تتهاون بمعصية الخالق العظيم الجبار القهار؟ اي والله عظيم الله، الملائكة خاضعين لله، الله عنده أكرم منك وأحسن منك وأجمل منك وأتقى منك وأعبد منك وأكثر منك تسبيح وتهليل وتقديس، عنده الملائكة. أنت مان أنك تتقدم لله بس بالتوبة بل إنابة، مان تقول أستغفر الله يا رب وأتوب توب إليك، مان بهذه. شف كرم الله لك مع كل ما فعلتم، مع كل ما سويتم، مع كل ما نظرت، مع كل ما فعلت. إذا تبت ونبت ورجعت إلى الله يقول لك الله يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. عظيم الله، لكن لا تتهاون بنظر الله لك، لا تتهاون بنظر الله لك، فالله عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي ربي أن أتحدث عن ملك من الملائكة أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتق مسيرة 700 عام، فكيف بالله جل وعلا؟ عظيم الله. يا أخواني هذه تذكرة، إنها تذكرة، إنها تذكرة. أنت تبي تريد تموت عليها؟ أنا أجزم جزما يقينا كل واحد منكم يقول ودي يموت على ما يرضي الله، لكن هذا كلام نبي فعل، نبي فعل يا شباب.
نبي فعل. تعرفون أبو اللي بالغماء اللي بالدعيسة أبو ثنيان اللي مات، ذكرت للشباب بالحج، ناس عاشوا لله وماتوا لله وما يرضي الله. إذا عشت لله وحيت يحييك الله حياة طيبة، يجعلك تموت على أحسن الأحوال التي ترضي الله عنك. أبو ثنيان يا أخوان 5 سنوات مهذري، ما يصلي ما يصوم، يتبول على نفسه يتغوط على نفسه مهذري، لكن قلبه حي مع الله، قلبه حي عايش لله، قلبه هذا اللي كان عليه لله. تدرون قبل يموت ب10 أيام صحى ووعى، وش كان يقول؟ يقول جيبوا لي الوضوء بتوضا، شغلته الصلاه بس يصلي، يكبر ويصلي، يكبر ويصلي، والله العظيم قبل يموت ب10 أيام يكبر ويصلي، هذا اللي في قلبه. قبل يموت ب3 أيام قال لعياله سبحون ابى اروح لاهلي. قالوا يا بيي وين تروح لاهلك؟ اهلك حنا اهلك، يبا هذه امي وهذول اخواني هذه خواتي هذول عندك. قال لا سبحون نظفونا بروح لاهلي. قل يا ابوي لك اهل غيرنا. شوف الحياه، شوف اذا اراد الله يجعلك تموت على احسن الاحوال، ابى اروح لاهلي. ايش اهلك يبا؟ قال بروح اهلي الشيخ عبد العزيز بن باز وابن حميد الله يغفر لهم ويرحمهم، هذول اهلي. أبروح لأهلي الشيخ عبد العزيز بن باز وابن حميد، أبروح لأمه. وسبحان الله بعد الكلام ويموت بعد 3 أيام ونصلي عليه يوم الجمعة وجامع الخليج. حياة، حاشوا على الحياة ذي، حاشوا على الحياة هذه، هذه حياتهم، هذا اللي من حيوا من أجله وعاشوا من أجله، أجله بتكون عليه. والله العظيم بادر يا حبيبك، شمل سارع اترك لله، اجعل الله جل وعلا يرى منك الصدق والإقبال عليه سبحانه وتعالى. جلودنا على النار لا تقوى يا شباب، والله العظيم جلودنا على النار لا تقوى. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. تذكرت الآيات هذه؟ تذكرت قول الله جل وعلا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فماذا تريد؟ إخواني سارع، شباب بادر، شباب شمر إلى الله، إيش تبي أنت؟ شوف سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، 70,000 ملك من الملائكة يشيعون سعد بن معاذ رضي الله عنه. اهتز عرش الله لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ عبد
وكم الذي حزن عليه؟ كم؟ كم رؤية رؤيت فيه؟ صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر رجال أبطال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فحنا لابد نصدق مع الله يا شباب، لابد نصدق مع الله. والله ثم الله ثم الله، خرفهم بعدهم المزيون الكحل، والله العظيم ما يقدم لك ولا يأخذك يا مسكين. والله تتنعب وتبات الأذبياء وسيارة بحادث تقول يا أسفا على ما فرطت في جنب الله، ربي ارجعون خلاص. حبيبي رجوع إلى الله يا حبيبي، اترك عنك الأمور، اترك عنك، اجعلك تحت نظر محطة رب نظر الله لك، جعل الله يرضيك ويرضى عنك. نسيت قول الله جل وعلا؟ نسيت كلام عظيم بالقرآن؟ ما تخاف من عقوبة الله؟ ما تخاف إن الله يأخذك أخذ عزيز مقتدر؟ كم فيك من الصحة الآن؟ كم فيك من العافية؟ تنفس، تأكل، تشرب، تبول، تغوط، تكشف، تستانس، تضحك، تجري، تركض، تنام، تسوق. غيرك المستشفى المركزي حنا زرناهم والتخصصي سرطانات، سرطان، تليف بالكبد، ناس تغسل كلاهم شباب، ناس حوادث عنده خلل بس بمخه مثل ما اقول مربطة يديه ورجليه بالسرير. والله العظيم ناس ما تستطيع تبول، والله العظيم ناس ما تستطيع تغوط، ناس ما تستطيع تخرج البراز، ناس ما تستطيع والله العظيم تخرج البول. كم نعمة أنعم الله عليك فيها يا حبيبك، كم؟ وين شكر نعمة الله عليك؟ وين شكر نعمة الله اللي أنعم الله عليك فيها؟ تضيع للصلوات، معصية لله، حقوق للوالدين، وين يا أخواني؟ ما ورانا موت؟ نسيت الموت، نسيت سكرات الموت، نسيت الساعة الأخيرة والنقل من الدنيا ذي، بأي مكان تتموت، بأي ساعة تتموت، تتموت عند الإشارة، ولا تتموت بالسيارة، ولا تتموت على فراشك، ولا أنت تفرك القنوات الفضائيات، ولا تتموت وأنت تراسل، ولا تتموت معك خرفهم، ولا تتموت وأنت بالمحراب، ولا تتموت والمصحف بين يديك، ولا تتموت وأنت بهالمجلس مثل هالمجلس الطيب المبارك، وين تتموت؟ ولا تتموت وخالد عبد الرحمن طرب أمه كيفك؟ وين؟ والموت مهيب على الموت، ولا هب على هالحياة بس، لا. تذكرت نسيت انك تبي تشال وتحط بالمقصر وتغسل، نسيت انك تبي تصير عريان، نسيت انك تبي تستر عورك بس، نسيت ان غيرك يقلبك، نسيت ان اخوياك مترطمين يبكون عليك. الله العظيم الشاب اللي قد غسلناه قبل اسبوعين وثلاثة داخلين اخوياه، حاذرهم انا سكين صديقهم ذا زميلهم، لكن ما يقدمون ولا يخلون، ترطمين يبكون بس ما بيدهم شيء، خلاص الامر لله، انتهى امر ذا، شايلين وحطينه عند القبر، نزلوه حطوا عليه اللبن، حثوا عليه التراب، قعدوا عند راسه دعوا له، راحوا خلوه. الان هناك مقبره المنطقه هذه، صلى الله يغفر لنا وله. ترك يوم من الايام مثله انت، يوم من الايام مثله، قسما بالله. لكن هل تجيب الملائكة ولا لا؟ تجيب الملائكة ولا لا؟ وش بتكون عليه؟ وكيف يفتح لك المكان للجنة والنار؟ وكيف تبتقب بالقبر سنوات طويلة؟ وين مكانك؟ جنة ولا بنار؟ والله العظيم تبي تشوف العالم اللي تصرخ وعويل وبكاء وأنين بالنار، وتشوف الناس المستانسة والمبسوطة بالجنة. بادر شمل، ترى موت قريب ولا تدري متى تموت، بأي ساعة. أنا ما أخوفك الموت، لكن الموت بك، وأنا بنروح وأنت والثاني والثالث، كلنا ما حد باقي، كلنا بيموت، كلنا بنموت، شكلك كل شيء بروح، بس شوي عليك
نصيحة لك من محب بهالمكان ذا، من الليلة ذي نشمل نبادر نتوب نرجع إلى الله. اترك عنك بفكر أبناظر، خلا بشوف، خلا أشوف بعدهم يبي توبيع ولا مبتايب، خلا بسأله، خلا الأسبوع اللي يجي، خلا بعد الامتحانات. حبوا لك يمكن يجيك الموت الليلة، يمكن يجيك الموت قبل تدخل قاعة الامتحانات. هالآن بادر، الآن شمل. ما تبي باتر تجتمع عند إخوانك وأحبابك في الجنة ولا ما تبي هذا؟ ما تبي باتر تستظل تحت ظل عرش الرحمن ولا لا؟ ولا ما تبي هذا؟ فبادر يا شباب، نشمل إلى الله، نسارع إلى الله. لا يدي اللي طالع عليكم، لكن بذكر لك قصتين أبنهي بها المجلس. القصة الأولى يمكنني ذكرتها بأكثر من مكان، قصة أنا وقفت عليها بنفسي لما سمعته والله العظيم يا شباب ببريدة ما صدقته. الشاب اللي مات بالمستشفى العسكري بالرياض، وكان اللي مات على يده الدكتور خالد الجبير. لما سمعت القصة هذه أنا والله رحت بنفسي للمستشفى العسكري بالرياض، وألقيت محاضرة بالمستشفى العسكري، والتقيت مع الشباب والأطباء، قلت ما القصة هذه اللي عندكم إيش هذه؟ قالوا هذه شاب جانا يمكن عمره 20 أو 25 سنة، يقول أخوه مطلق عليه أم صدمة وضاربته بصدره، وضربت الرصاصة الصدمة دخلت بصدره، وجابه أبوه وأمه جايين يبكون للمستشفى، وهم بالطريق الولد بالمرتبة الخلفية والأم والأبو قدام ويبكون، وهم رايحين بالليل للمستشفى العسكري يبكون والولد مغمى عليه. قام الولد وفاء، وجد نفسه انه بالسيارة، وسأل أبوه وأمه يبكون قال ليش تبكون؟ قال نبكي على حالك، ما ندري أن تعيش ولا تموت. قال والله يا والدي، والله إني أبشركم إني أرى مقعدي من الجنة قسما بالله. كلام عظيم، والله يا والدي إني أرى مقعدي من الجنة. يقول لما وصلوا المستشفى العسكري يقولوا لي يا إخوان، يقول كان الدكتور خالد الجبير، يقول الدكتور من فضل الله أني كنت أنا المناوب بالليلة هذه قسم القلب. يقول أخذت الشاب مباشرة انطلقت فيه الغرفة العمليات، وجلست أمه وأبوه بالصالة، يقول استدعيت الممرضين والأطباء عشان نجري له التخدير، نقوم بإخراج الرصاصة اللي ضربت جزء من قلبه. يقول يوم جيت بخدره، يقول الدكتور خالد جبير، يوم جيت بخدره يقول وأنا واقف عليه والكشافات عليه، يقول أمر يتكلم الشاب، يقول يتكلم لي والإخوان يجهزون للعملية، فقال لي الشاب يا دكتور وش تبي تزين يعني وش تبي تفعل؟ قال بس إن شاء الله بشرك إننا بس أنت فيك ضربة بسيطة، ضربت طرف من القلب والأمر بسيط، وبس نخدرك ونخرج الرصاصة من قلبك. قال لا يا دكتور لا تتعب نفسك، أنا ميت وأبشرك والله وأن تكلمني إني أرى مقعدي من الجنة. الله أكبر، كلام عظيم، أبشرك إني أرى مقعدي من الجنة. بس أريد منك طلب، بس أريد أن أودع أمي وأبوي وأشوفهم حتى يكون آخر نظر لي بالحياة أمي وأبوي. بعض الشباب الحين تكون آخر نظر له بالحياة يموت على خرطه، أو لا يا أبو حنان قسم بالله، آخر نظر بالحياة سيجارة، آخر نظر بالحياة فيلم ولا مسلسل كله عرياني. دخلنا يوم فاصل، دخلنا يوم انا والشيخ ابو عبد الله خضيري على استراحة، ما عندهم اي قيمة للأدب، مشغلين كل اللي موجودين بالشاشة ذي كله، اسمحوا لي اقول لكم يعني ما في يخفى عليكم القنوات كرسينات وستيانات. قال ابو عبد الله اخوان ترانا يعني جاينا احنا ما نبلم الامور ذي، عادي عندهم الشباب عادي. قلت لواحد منهم تصور لو انك مت وانسدحت وانت فاتح على هالفيلم او هالمكان والمقطع ذا، ايش تكون حياتك؟ تدري يوم القيامة يا حبيبك انك اذا مت بهالمكان ذا تبعث بنفس المكان هذا، واذا مت وانت تنظر للعري تبعث يوم القيامة وانت تنظر للعري. فسبحان الله قال لهم الدكتور، راح واستدعى ابوه الدكتور خالد الجبير وجلسوا عنده، يوم نظروه وبدوا يبكون، قال لا تبكون،
لا تبكون يبا، أنا أبشركم جميعا أني أرى مقعدي من الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولم يمت. أي والله بالمستشفى العسكري بالرياض أنا ذهبت بنفسي. يقول الدكتور خالد جبير خلاص يعني انتهى أمره مات. يقول وعزيت أبوه وأمه، فقلت أريد أن أسألك سؤال، يعني ولدك هذا إيش يفعل يعني؟ يقول القصة هذه أنا يقول هزتني يعني. يقول شف يعني، يقول أنا بديت أبكي يعني، وهذا مو بولدي ولا شيء، بس يقول القصة والكلام هذا يقول كأني أقرأه في حياة السلف وحياة الصحابة. ما كنت أتوقع أنه يخرج لي مثل هالشاب يقول الكلام هذا. يقول فقال لي، يقول أبوه يقول الدكتور، قال لي يا دكتور خالد والله ولدي هذا من أول ما استقام والله يا دكتور ما ترك صلاة الفجر إلى يومك هذا، ودائما القرآن بجيبه لمين مات. شوف كيف إذا أراد الله فيك خير يجعلك تموت على أحسن الأحوال ترضي الله عنك. القصة الثانية والأخيرة قصة ذكرتها أنا بشريط عبرة وعبرة، وفيها عبرة، هي عبرة وتذكرة، إنها تذكرة. أعطر الشاب اللي قبل قلت لكم بشريط قبل سنوات، 5 سنوات أو أكثر، طريق حفر الباطن الساعة 2 بالليل مصاب حادث هلوكس، شفت التركسون كله داخل بصدره، ما فيه مكان أنه ننقذه نخرجه، رمقها الأخير. طالع من برا هو السيارة، حياته على غيمة والله العظيم. كان مسجل يقلب خربان، يقلب على الوجهين. يوم جينا جاء الأخوان يطلعون الشريط قاعدين يناظرهم كذا، والدركسون بصدره كله منسدح ويناظر كذا. رمق ظهر أخير قال يا مطوع اترك الشريط الله يلعنك، هذا المغني الفلاني قسم بالله اتركه يا مطوع الله يلعنك، هذا المغني الفلاني. بل رمق الأخير سبحان الله العظيم، يوم بدأ يثبت وبرزت عيونه ترى هذه حياتك عند الموت. شفت الحين الكأس هذا ملك الموت بعصر قلبك مثل الكأس الهام، ومن يطلع اللي بقلبك على لسانك. الآن الكأس لو فيه ماء وعصرته هم طلع صب، ملك الموت لعصر قلبك اللي بقلبك هنا بيطلع على لسانك. سلم الله بقلبك حب لله وأهل الخير والصلاح والخير، قسم بالله بيطلع على لسانك، وتسأل قلبك غير هذا بيطلع على لسانك. يوم بدأ يثبت ننسدح على الكرسي كذا على المرتبة، دركسون صدره ومر نجي من عند الباب الثاني، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نبي يقول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله يجعلنا وياكم من قلوا أمين. الساعة المباركة مسكته، قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تدري إيش قال؟ هذا اللي بقلبه وده يقول لا إله إلا الله بس ما يستطيع. قايل كذا يناظر كذا قال يا مطوع، مطوع يا مطوع آخر كلام، أنا لا أصلي لا أصوم، عاقل والدي مرطيح راسه على الدرس قسما بالله. إي والله الله يرزقنا وياكم حسن الخاتمة، قل مؤمن الله يرزقنا حسن الخاتمة. ترى مو بكلام هذا بخوفكم، هذا صدق صحيح والله. لولا الإطالة عليكم، وأنا وعد الإخوان إن شاء الله في المركز لي جلسة معكم ثانية، غسلناهم مغاسل الأموات والله العظيم، شباب نشلناهم من السيارات، وأنا أعلم أن الإخوان ما قصروا عليكم بالكلام والقصص، شلناهم من السيارات طلعناهم، حياة شيء عظيم ما يتسع المقام للذكر. يا مطوع أنا لا أصلي لا أصوم، عاقل والدي مرطيح راسه على الدرب صدر يموت على الحالة دي، يبعث يوم القيامة على الكلام اللي قال هذا. فختاما يا حبي لكم، احنا وش نبي؟ وش نبي احنا بهالحياة؟ ما أنا بقول لك أنا أترك الحياة، لا تأكل مثل ولا تشرب، روح وكشت واستانس وانبسط وروح للاستراحات بس ميم المحرمة، وروح لبها واضحك ويت للمركز وكل شيء زينه، لكن برضاء الله واترك عنك الحرام. وشف كلامي هذا صدق ولا لا؟ كل شيء زينه، انا ما بقول لك روح الجامعه الراجحه ذا واجلس ولا تطلع ابد، لو جلست طلعناك.
راح تمتع بالحياة مستانس، لكن ها صل، أطع والديك، اترك رؤية الحرام وسمع الحرام وحمل الحرام تخزين الحرام أو لا، وشوف كيف الله يرضيك ويرضى عنك. سمع خاف من الموت. كن سارع ومبادر ونشمر وأبشر بالله إن الله الآن يرى. أعزم من الليل ذي، أعزم ومن صدق صدق الله معه ومن تاب تاب الله عليه. لا تقول مثل ما قال أبو حنان تاوي، يقول أبو حنان كل نظرة كل سماع كل زقارة كل حبة كل شيء كل شيء. تقول لي كل شيء، أقول لك إذا أراد شيء قلكم فيكون. يحبينك إذا كان الله غفر لزانية، بالله عليك غفر لزانية، زانية غفر لها الله، ما هو واحد اللي فعل به ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، عالم فعلوا به الزنا ومع ذلك ما قال الله هذه سقطت من عيني، لا، لما فعلت شيء بعين الله عظيم فأراد الله أن يكافئ هذه الزانية فغفر الله لها وأدخلها الجنة. في كيف الله ما يغفر لك؟ إذا كان إنسان زال غصن شوك بالطريق بس كان متذا زال بس قال غفر، نظر الله لبعين الرحمة فغفر الله له وأدخلها الجنة، كيف أنت الله بيغفر لك؟ أختم لك المجلس هذا بالآيات، قول الله جل وعلا واسمعه منه حطه بذلك حلق، قول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أسأل الله العلي العظيم أن الله يتوب علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم، قولوا أمين. تجاوز عنا وعنكم، اللهم إني داع فأمن داع فأمن، ارفع يديكم بين يدي الله فالله يرانا، وهذا مجلس ذكر وهذا الله جل وعلا يستجيب فيها الدعاء مواطن الدعاء، ارفعوا يديك كلنا فقراء لله، دقائق معدودة، كلام يسير، دعاء بسيط، إن الله يغفر لنا، الله ما يظن كثرة الدعاء كثرة الكلام، الله يرى منا بس الإخبات والصدق، الله يتوب علينا بكلام يسير، بس لو قلنا يا رب نستغفرك ونتوب إليك بصدق غفر الله لك. فيا حي يا قيوم يا الله يا رب يا من ترى مكاننا تسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا عظيم يا حليم يا حكيم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا حي يا قيوم ندعوك ونتوسل إليك بأحب الأسماء إليك، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، خضعت لعظمتك الرقاب وذلت لجبروتك الصعاب وذلت لجبروتك الصعاب، يا رب العالمين يا رب العالمين، ندعوك ونتوسل إليك، نحن الضعفاء نحن الفقراء نحن المذنبون نحن المقصرون، أخطأنا وأسرفنا يا رب يا رب، وأنت الذي تغفر الذنوب وتتجاوز عن السيئات، اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك يا رب العالمين
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إلهنا ومولانا، خالقنا ورازقنا، محيينا ومميتنا، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك فندعوه، ولا مالك غيرك فنرجوه. من نطلب وأنت المطلوب، وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه وعظيم جوده يتعلق الراجون. يا من رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمتك وسعت كل شيء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا في هذه الساعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم انزل علينا يا رب العالمين رحمة من رحماتك، وبركة من بركاتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم في هذه الساعة انزل على عبادك هؤلاء، اللهم انزل علينا وعليهم توبة نصوح يا رب العالمين. اللهم انزل علينا وعليهم توبة نصوح. يا من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك، قلب قلوب عبادك هؤلاء على طاعتك يا رب العالمين. اللهم قلب قلوبهم من الضلال إلى الهداية، اللهم قلب قلوبهم من الضلال إلى الهداية، ومن الغواية إلى الاستقامة يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم دقها وجلها يا رب العالمين. يا الله يا رب يا رب يا رب، غفرت لزانية وأدخلتها الجنة، غفرت لرجل زال غصنا عن طريق المسلمين. اللهم إن نبيك موسى عليه السلام قتل نفسا بغير حق، فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفرت له. اللهم إن أبينا آدم قد أكل من الشجرة التي نهيتها عنه فتاب فتبت عليه. اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك فتب علينا يا رب العالمين. اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك فتب علينا يا رب العالمين. اللهم حصن فروجنا واغفر ذنوبنا واجمع لنا قلوبنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا وقلوب عبادك هؤلاء، املأ قلوبهم خوفا منك ومراقبة لك. اللهم املأ قلوبهم محبة لك ولرسولك ولأوليائك ولعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم من كان قد أحرق قلبه يا رب، من كان معنا في قلبه حرقة، أحرق قلبه المعاصي، أحرقت قلبه المعاصي والذنوب والآثام، اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تملأ قلبه إيمان. اللهم املأ قلبه إيمان، اللهم املأ قلبه إيمان، اللهم ابدله حالا خيرا من حاله يا رب العالمين. كره إليه الذنوب والمعاصي والآثام يا رب العالمين. اللهم إني أسألك في هذه الساعة يا رب العالمين ألا ينفض هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا رب ذنوبنا يا رب، أغرقتنا ذنوبنا ومعاصينا، اللهم تب علينا يا رب، اللهم تب علينا يا رب، اللهم تب علينا يا رب. اللهم يا حي يا قيوم خلصنا، اللهم خلصنا، اللهم خلصنا من أهوائنا وشهواتنا وملذاتنا. اللهم خلصنا من أهوائنا التي انصرفت لغيرك يا رب العالمين. يا رب اصرف قلوبنا لطاعتك ومرضاتك. اللهم ارضنا وارض عنا، وافتقنا لكل عمل صالح يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم رفعنا كف الضراعة إليك فلا ترد أيدينا يا رب العالمين. يا الله يا رب لا ترد أيدينا يا حي يا قيوم، اللهم لا ترد أيدينا يا رب العالمين. أعطنا ما سألناك، اللهم أعطنا ما سألناك،
اللهم أعطنا ما سألناك وما لم نسألك فابتدئنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم ألا نقوم من هذا المجلس إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، انفع بنا واهد بنا واصلح بنا واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، دقائق جميعا نقول الحمد لله، شكر لله عز وجل. الشكر موصول لله عز وجل يا أخوان. ثم نشكركم أنتم على حضوركم، نشكر الشيخ على ما قدم، نسأل الله أن يبارك في هذا القول والعمل وأن يجعله خالصا لوجهه. طبعا يا أخوان كثير من القلوب تتحرك، ليش؟ إحنا مسلمين ولا دوران ولا شاعر الموتي، مش بيحرك. فإذا تحرك القلب اعلم الآن أن الباقي عليك أنت، باقي عليك. شوف اللي يعظك مثل اللي يوقفك، ترى المشي عليك. لا تقول بعدين باتصير ما أدري كيف وش عنده وطاوح رجول كيف، لا لا لا. أنا أقول لك شيء قسما بالله ترى مو بدعنا، أبى أغمضها معك شيء تبوه حطه في الراس، شريحة ما تبيها حطه، خذوا البشايل. أحد الدعاة يقول زرت ثانوية، يقول وقفني واحد اليوم من الشباب، يقول تكلم أحد الدعاة أحد الثانويات، يقول الآن واحد من الشباب هو اللي يفرش السجاد حقت المصلى، يقول كان زاحف الشاب ذا عربي من الثانوية، يقول الآن هو اللي يفرش السجاد حقت لنا، يقول تجي تجده اللي تسلم من التدريب وتكلمت معنا كلام وأفاق القلب ومشيت مع الصالحين. يقول أما الثالث يقول لي قال أحد الملتقيات قصة السعادة، قال لي شيخ ذكرتها؟ قال لا والله ما عرفتك، قال ترى لقيت المتريق عليه اسم وانا على كنت على معصي، فاعطيته شريط ابشرك ولله الحمد على صفه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحسب ان الاستقامه صعبه، لا تحسب ان الدين صعب، لا 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 لا. ترى شفت الكلام اللي قاله خالد، ترى اصعب انك تتوب، صعب انك تقعد نص ساعه وتتكلم وقصص وشاد الشيخ ويستدل منه ويجيب، لا تو استتوب الحين، استغفر الله واتوب اليك، استغفر الله واتوب اليك. تترك تعطى، ما تترك تقعد، اقعد اقعد على ذنبك، خل دور شيء يفوقك، دور شراب بايسون احد عصيرات رموش ابوك، ما بخلط سريه هي، لا هذا توفيق من الله عز وجل. تقول انا والله قررت اتوب، خذ رقمي. ليش؟ ابى اخليك تواصل مع احد الشباب، مع عبد السلام العيد ابو خالد تركي، اجي تريد لما قريبه بقول دق على الشاب، روح معهم عندهم جلسه اجلس معهم. حرك نفسك شوي، حرك نفسك شوي، ترى ما رايح يدخلك الجنة إلا رب العالمين أبدا، لو تبتل ما رايح يدخلك إلا الله، والله ما يدخلك إلا آمنوا وعملوا ثنتين، آمنوا وعملوا. الحين أنت مؤمن وجاي ومذكر وكل شيء بس باقي العمل، دور أحد يساعدك. فأنا أقول يا إخوان أي واحد تحرك قلبه طبعت عينه معه شيء دخان معه شريحة معه شيء لله عز وجل كذا يا قدام الشباب، ليش؟ لعله تصير سنة الحسنة أمام الشباب. خليك زي عمر بطل أسد، خليك تستعد المرة لقاك واحد تدخل تقول إيه جاب تدخل قدام الشباب، لأن الشيخ علي القنطاوي ذكر يقول لم تستحي إن لم تردعك الآيات والمواعظ والأحاديث، استحي يا أخي من الناس يقول عيب عليك، عيب عليك وأنت تمشي زي الشيخ الحاجي دي. عمر الخطاب لما أسلم راح أعلنها الواحد زي ما نقول إحنا إذا أعلننا راح قال ترى أنا أسلمت، كان عشان يعلم الباقي كلهم، واللي يقول ابن امي جابت الرجل يجي ورا الجبل، وانت قل اللي يقول امي جابت الرجل يجي يقول عصى الله عز وجل، خليك اسد. ف الفرصه بين يديك ما دامك تنفس، وما دام الله هو اللي جايبك، وما دام الله هو اللي خلق ابو خالد يتكلم، ترى ما منه شيء ابو خالد ولا انا ولا ابو خالد ولا الثاني الثالث، الله عز وجل ياذن للعبد قصه فيه حتى يجيبه مكان. اسال الله يا اخوان أن يوفقنا وإياكم. الرقم 054 رقمي، أي إنسان فكر بيغير دقائق 054 054 8 7 7 8 9 8 5، جوالي ما أقفله لا ليل ولا نهار، بس تدق علي تقولي والله وش أزين، أنا فكرت أنا غيرت أنا جاب الشيطان أنا يا شيخ ودي بكذا ودي أسأل عن كذا، من عيون الثنتين. أنا إذا في جهة قريبة لما كان الشباب خلاني وحده عاليه، اي وحده هاي نفتحها بس وقت المناسبات والمهمات، بس علموا لك بس ذي 0 5
أربعة. طيب بعيد. صفر خمسة أربعة. ثمانية سبعة سبعة ثمانية. تسعة ثمانية خمسة. وين مسكوم أنا؟ فتطلع تبادية. سبعة. ما أدري شو أقول لك. لكن يلا. الله يقومك. الله يقوم عداد البر عجيبة. صفر خمسة 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 صفر خمسة أربعة. خلاص صفر خمسة أربعة ثمانية سبعة سبعة ثمانية تسعة ثمانية خمسة. صح صح لا تكثرون الدق علي لأني شايل جلاكسي. أيوه عندهم حنان. صفر خمسة أربعة للي هي أنت بين الذين. صفر خمسة أربعة ثمانية سبعة سبعة ثمانية. يوم خالد يكتب والشاشة تنرتاح. صفر خمسة أربعة ثمانية سبعة سبعة ثمانية تسعة ثمانية خمسة. أبو حنان على كل إنسان طاعة الرحمن وكرم العصيان قال لي ذاك يقول لا تقول أطقع أخس ما شو الشيطان. يلا طبعا يا شباب لقاءنا إن شاء الله يا إخوان بعد الامتحانات إن شاء الله أسبوعين. يا أجري ولا طبعا رد أبو خالد. طبعا يا اخوان اللي يبي يجي رساله من مركز يسجل عنده الطريقه كالتالي. مجاني علم انه مجاني. لا يا حبيبي ايش هذا. طيب الطريقه كالتالي. تكتب الرقم 5222 وبعدها مسافه. هم تكتب اسمك. هم ترسل للرقم اللي هو 0 خمسة خمسة ثلاثة صفر اثنين أربعة أربعة خمسة واحد وعلى طول يسجلك بالموقع مجاني ترى. الطريقة نعيدها. تكتب الرقم اثنين خمسة ثلاثة اثنينات راحت يا فتح فتح وبعدها مسافة بعدها تكتب اسمك بعدها ترسل الرقم لصفر خمسة خمسة ثلاثة صفر اثنين أربعة أربعة خمسة واحد. وصلت وصلت. طيب ارسل مجاني هون يجيك رسالة. وما جاك رسالة يا حبيلك ضع شوري ضع شور هاللحية لا تنتظر. بعد إن شاء الله الامتحانات إن شاء الله تجي مو بضارك تدور بكل بريدة وانت على مركز المفتوح ولا دق على رقمي أنا اللي توعطيت دق علي واسألك قل في مركز ولا لا صلى الله عليه وسلم.